نوصل مستمعينا لفقرتنا الأسبوعية المعتادة مع مكتب الأمم المتحدة للإعلام ببيروت، وراح يكون معنا اليوم اتصال مع هلا فغالي من المكتب الإعلامي للأمم المتحدة اليونيك، لحتى نحكي اليوم أكثر عن تفاصيل يوم الشباب والإنجازات، بالأحرى النشاطات اللي قامت فيها الأمم المتحدة بمناسبة هيدا اليوم. بونسوار هلا. مساء الخير رفيق، على إليك ولزميلتي وكل مستمعي إذاعة لبنان. أهلا وسهلا فيك. خبرينا إذا بداية، قبل ما نعرف شو النشاطات اللي قمتوا فيها كأمم متحدة، تعريف هيدا النهار وشو ممكن نفهم من يوم الشباب وشو المقصود منه؟ يوم الشباب الدولي بولا منه من الايامات الجداد اللي ذكرتهم الامم المتحده او اللي بتعيدهم تحتفل فيهم الامم المتحده، هو من الايام العالميه اللي الا اليو ان بتعمل سيلبريشن من سنوات جديده، من عده سنوات بالاحرى. هذا اليوم هو مخصص للشباب، مخصص لدعم الشباب بلبنان بالدول العربيه وبكل العالم. الهدف منه هو to empower youth، مساعدتهم على تخطي الصعوبات، سواء الصعوبات اللي عم بيقطعوا فيها المعيشية الاقتصادية التربوية بلبنان، هلأ المنتل هيلث تشالنجز اللي عم نقطع فيهم. فبتعرفي كل agency بلبنان أو كل هيئة أممية، سواء برنامج أو لا، يعني برنامج أو غير، في برامج في هيئات أممية، كل agency حسب اختصاصها بتعيد الشباب بهذا اليوم العالمي وبتقدم لهم مساعدات، job opportunities، trainings، volunteering opportunities. فاليو ان بتعيد الشباب بهذا اليوم العالمي كل سنة على طريقتها. بدك بلش بلبنان، احنا شو عملنا السنة؟ شو تم اطلاق اي نشاطات او مشاريع؟ بمناسبة هذا اليوم الدولي لهالسنة، دعت الأمم المتحدة بلبنان الشباب ليواجهوا جميع أشكال خطاب الكراهية.